نحييكم على الهواء مباشرة من استوديوهات 218 نيوز في البلاد، والساعة الآن 9 مساء بتوقيت ليبيا. ليبيا اللي قاعدة تتعرض لهجمات إرهابية متطرفة متشددة في الشرق في الغرب في الجنوب في كل مكان. الإرهاب اللي كنا نحكي عليه أمس، وكانت معنا الخبيرة التونسية في ظاهرة الإرهاب وفي الجماعات الإسلامية الإرهابية سيدة بدرة قعلول. الإرهاب ومجاهدي التنظيمات الإرهابية يضربوا في بنغازي من جديد اليوم بنفس الطريقة الهمجية الإرهابية اللي تعودناها خلال 8 سنوات، ما تغير شيء. تفجيرات إرهابية همجية ظلمية، نفس الإرهابيين اللي كانوا يبوا يخلوا ليبيا إمارة إسلامية، اللي كانوا يبوا يديروا بنغازي ويبوا يديروا درنة وطرابلس إمارات إسلامية دينية متطرفة. نفس الفكر الإرهابي المتطرف، فكر الخراب والتفجير والقتل، هو اللي ضرب اليوم مقبرة الهواري في بنغازي أثناء الجنازة العسكرية للواء خليفة المصباري، واللي كان فيها وكانوا حاضرينها قيادات عسكرية مهمة، منهم اللواء ونيس بوخمادة الحمد لله على السلامة، وأيضا اللواء أحمد السماري متحدث باسم القيادة العامة للجيش، والحمد لله على سلامة كل الضباط والعسكرية اللي كانوا موجودين وكانوا حاضرين. الإرهاب بحسب الناطق الآن باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد السماري، اللي صار عبارة عن 3 تفجيرات إرهابية استهدفت الحاضرين في جنازة اللواء خليفة المصماري زي ما ذكرنا. الموضوع هذا حنفتحوه بشكل مفصل، حنتكلموا فيه بشكل كامل من كل الزوايا، حنضمننا في النص الأخير في نص الساعة الأخير من الحلقة العميد خالد المحجوب الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة، المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة. ولكن نتكلم طبعا حنسأله عن آخر التفاصيل التقارير الأمنية والاعتداءات الإرهابية والتفجيرات الإرهابية في مقبرة الهواري، هذا كله حنطرحه. لكن الآن خلونا يا سيدي نخشوا في مباشرة في الموضوع، والمواضيع كلها راهو قاعدة الآن مرتبطة ببعضها بشكل عجيب، الأمور كلها مرتبطة. القصة ببساطة شديدة الآن لما تبي تشوف ليبيا بالكامل شرق وغرب وجنوب، القصة ببساطة شديدة أن عندك ناس في ليبيا، في مجموعات في ليبيا تبي البلد تعيش في ظلام حقيقة ومعنى وواقعا ومجاز. اليوم من سوء حظنا قدمنا مشروعين، هالاثنين مشاريع ظلمية، الفكر الإرهابي المتطرف والفكر الفاسد المتورط في الفساد اللي قاعد يقود في مشروع البلاك آوت، الضي اللي مقطوع 24 ساعة على عاصمة طرابلس، واللي صعب الآن أنك أنت والله تعزيه أو ترجع لأسباب فنية. القصة أصبحت غير محتملة، نفس أساليب تركيع الناس المستخدمة من قبل، دارها من قبل، البنك المركزي من قبل في قصة السيولة في 2015، وتوا قاعدين يديروا في نفس الأساليب. خلونا عاد نحكوها بوضوح اليوم. المسؤولية طبعا بالدرجة الأولى، المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق حكومة اسمها حكومة الوفاق الموجودة في العاصمة طرابلس، واللي فقط يبدو أن هي تعرف كيف تصرف الفلوس، فلوس الليبيين، تعرف كيف تصرف على المجموعات المسلحة وعلى رواتبهم وتعطي فيهم بالملايين وبالمليارات، وتصرف فيهم فقط على شركة العلاقات العامة، شركة العلاقات العامة في أمريكا وغيرها من الدول الأوروبية، ملايين من الفلوس الليبية اللي يصرف فيهن السيد معيتيق والسراج على شركات العلاقات العامة عشان يبوهم يغيروا موقف الولايات المتحدة تجاه الجيش الوطني. وقبل شهر استعرضنا معاك مقال مهم في صحيفة البذر جونز اللي قال كيف أن شركات العلاقات العامة هذه قاعدة تتربح، قاعدة تستفيد في الملايين بسبب عدم وجود سياسة واضحة لأمريكا في ليبيا. موضوع طرحناه وناقشناه من كل الزوايا. عندنا بلاك أوت 24 ساعة في طرابلس اللي تحكم فيها حكومة الوفاق بمجموعاتها المسلحة، بلاك آوت في الجنوب قبل ومن قبل 4 أبريل ومن 2011 لما تبي تتكلم على الجنوب، كانت تبي تحكي الآن عن انقطاع التيار الكهربائي في الجنوب شيء كارثي، وضع بائس أقل ما يمكن أن يقال عنه فيه، وأيضا في مدن المنطقة الغربية اللي فيهن حكومة السراج، واللي أنا أستبعد أن يكون مقطوع عليهم الضي ولا عندهم بلاك آوت في قاعدة بوستان. الآن في إرهابيين استهدفوا بنغازي، إرهابيين يفجروا في بنغازي، وفي إرهابيين قاعدين يقاتلوا في العاصمة طرابلس ضمن صفوف الوفاق، ويبوا ليبيا ظلام حقيقي، ظلام من الجهل، في نخبة فاسدة سراقة متحالفة مع السياسيين ومع المسلحين تبي ليبيا تقعد في ظلام حقيقي، يبوا ليبيا تعيش في ظلام، ظلام الجهل وظلام الكهرباء وانقطاع الكهرباء. شركة الكهرباء مشكورة تبذل في جهد كبير، لكن الحكومة واضح أنها عندها غايات أخرى. ليش قاعدين نحكوا هيك؟ مش قاعدين راهو نحن الآن داخل دائرة التفسير التآمري. خلونا نقرأ لكم الخبر التالي اللي موجود عندنا على قصة البلاك آوت والكهرباء. قالت غرفة التحكم الرئيسية، غرفة التحكم الرئيسية في طرابلس اليوم الخميس، أن ساعات طرح الأحمال ستصل إلى 18 ساعة يوميا
في المدينة في العاصمة طرابلس إذا لم تصرف ميزانية التحول متاعة 2019 بشكل عاجل. إذا في ميزانية غير مصروفة الآن. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس طبعا الأربعاء أن هي تحاول أنها حيكون حتلجأ لطرح الأحمال لساعات طويلة جدا نظرا لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء، وأيضا في وجود بعض المشاكل الفنية في بعض محطات التوليد وخاصة محطة الزاوية للدورة المزدوجة. الآن في واضح أنها قصة فساد لما تتكلم على ميزانية ما زالت ما جتش. راهو الاعتمادات اللي تم منحها للشركة العامة للكهرباء لما تشوف شكل الاعتمادات الموقعة تقريبا تكفي أن هي تزود ليبيا بالكامل بالكهرباء حتى يكون في فائض في الطاقة لدول جوار، هذا بحسب الناس المراقبين والمختصة في قصة الكهرباء. تجي تشوف الآن تشوف أنه ما فيش أزمة حقيقية، ما فيش مشكلة حقيقية في الكهرباء، لكن عندك مشكلة قيادة، عندك مشكلة إدارة، عندك مشكلة فساد مالي، عندك مشكلة غياب الأجهزة الرقابية اللي المفروض تكون هي حريصة على مراقبة أذنات الصرف إلى آخره. راهو في أرقام خيالية موجودة، في أرقام اعتمادات خيالية متهم به البنك المركزي في العاصمة طرابلس، في أرقام ومعلومات واضحة جدا واضحة للأجهزة الرقابية مش محتاجة حتى تقارير، أرقام ربما هي كفيلة بسجل ناس واجدين بما فيهم ناس موجودين في الأجهزة الرقابية نفسها. وتتحكي على الفساد هذا أصبح هو الأصل في ليبيا، ما فيش داعي عاد تزييف الحقيقة. من المفترض أن عاد يتحشم على وجوههم شوي، يرفعوا يديهم على الناس وعلى هدر مخصصات الشركة، ويا ريت أيضا إذا كان في أجهزة رسمية فعلا تسمع في المواطن، يا ريت أنهم يبعدوا الفاسدين عنها. إذا عندك مجموعة الآن، وعلى سيرة التفجيرات الموجودة في بنغازي، عندك مجموعة عندها رغبة أن ليبيا تعيش في ظلام، يبوا الليبيين يعيشوا في ظلام حقيقة ومجازا، الكهرباء وظلام الفكر الديني المتطرف. مجموعات إرهابية قاعدة تجد في حاضنة سياسية من المجموعات السياسية اللي تشتغل في ليبيا وتجد في دعم مادي ولوجستي من دول زي تركيا وغيرها من الحكومات اللي آخر شيء تتمناها استقرار ليبيا. في مجموعة بليبيا تعود للعصور المظلمة، لا علم لا حياة ولا شرطة ولا جيش ولا قضاء ولا مؤسسات ولا دولة. إرهابيين برنامجهم ومشروعهم الظلامي واضح جدا وسهل وبسيط، هو الانتقال بليبيا للعصور الوسطى المظلمة. في مجموعة أخرى مجموعة فاسدة تب الليبيين يعيشوا في ظلام بالمعنى الحرفي، يقطعوا في الضي عليهم من الصبح لعند الليل، لأن راه قصة الضي أيضا أصبح الموضوع مريب بصراحة. يريح بال 24 ساعة في العاصمة طرابلس في الجنوب أصبحت قصة مريبة وتضع قدامنا في 1000 سؤال. تقول لي عاد الحرب وتقول لي القصة هذه نفس الأسطوانة المتكررة حتى قبل الحرب ينقطع الضي السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. عودة لظلام الفكر الديني المتطرف. التفجيرات الإرهابية اللي شفناها اليوم تثبت أن التحديات الكبيرة وأن التحديات معقدة دائما في الحرب الأمنية، مش الحرب العسكرية التنظرية اللي ممكن تخوضها الجيوش ضد الجماعات المتطرفة وضد الأفراد الإرهابيين وضد الإرهابيين. الحرب على الإرهابيين هي ربما تشوفها الآن هي الحرب الأقل تعقيد، لكن لما تبي تتكلم عن الحرب عن الإرهاب على الإرهاب هذا شيء مختلف مش سهل. راه في فرق بين حرب على إرهابيين وأفراد وجماعات وتنظيمات إرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجغرافيا، وبين الحرب على الإرهاب كممارسة كفكر كإيديولوجيا كإرهاب كإيديولوجيا قاعدة مستمرة الآن في إنتاج نفسها ومستمرة في التكيف مع الأوضاع الأمنية. فرق بين أنك تحارب إرهابيين وبين أنك تحارب الإرهاب. تبي تتكلم عن الإرهاب تجد نفسك داخل في تعقيدات حرب أمنية وفكرية إلى آخره. دائما التعقيد في قضية الحرب الأمنية اللي هي تعتبر جزء أساسي وأصيل من الحرب المستمرة على ظاهرة الإرهاب، تمشي معها بالتوازي أيضا لما تبي تتكلم. عندك الحرب الفكرية، عندك الحرب الثقافية، المشروع اللي من المفترض تقود الدولة، لأن لو كانت أدت وجبره جنبت العسكرية والشرطة هالتفجيرات الإرهابية. تحكي على منظومة كاملة الآن، تغيير مناهج مراقبة الخطاب داخل الجوامع، منظومة كاملة تتكلم عليها في الحرب على الإرهاب، زي ما تدير كل الدول، زي ما هو معمول به في كل الدول اللي عندها مشروع جدي وحقيقي في مكافحة الإرهاب، مش عبارة عن حرب عسكرية خلاص. وعلى سيرة التفجيرات اللي في بنغازي واللي استهدفت مقبرة الهواري واستهدفت القيادات العسكرية الموجودة في مقبرة الهواري، إلى هذه اللحظة شيء مخجل، لعند هاللحظة اللي قاعد نحكي فيها الآن لا توجد أي إدانة لا من المجلس الرئاسي ولا من حكومة الوفاق أو من داخلية فتح بشاغة اللي تتفنن في تزوير تصريحات المسؤولين في دول الجوار، ولا يوجد بيان إدانة من مجلس الدولة بقيادة خالد المشري. ما فيش
أي إدارة من الأجسام السياسية المتحالفة مع المجموعات المسلحة لتفجير إرهابي واضح أنه هو إرهابي. اللي واضح الآن ومن خلال متابعة بسيطة جدا أن التنظيمات الإرهابية اللي ترتبط عضويا مع جماعات الإسلام السياسي أو الإسلام الليبرالي سميه زي ما تسميه، وعصابات السلاح والمسلحين المؤدلجين وغير المؤدلجين، كلهم قاعدين في تحالف كبير الآن. تحالف هذا في جزء منه معلن زي تحالف حكومة الوفاق اللي يضم في طيف غريب عجيب اللي قاعد يضم في الأخوة الأعداء، ويضم وفي جزء منه أيضا جزء غير معلن. التحالف هذا اللي تشوفه فيه الآن بين مجموعات مسلحة وبين تنظيمات مصنفة على القوائم العربية والدولية على أنها هي تنظيمات إرهابية، قاعد الآن يشتغل في كل مكان في ليبيا بكل وضوح في كل مكان. ويبدو أن السياسة المتبعة الآن هي قضية تخفيف الضغط على حلفاء التنظيمات الإرهابية في الجنوب الليبي وجزء اللي قاعد يقاتل في جنوب العاصمة طرابلس من مجالس الشورى وسرايا الدفاع عن بنغازي وعصابات الجذران إلى آخره من الأسماء والمسميات لإخوة السلاح الأعداء اللي اجتمعوا كلهم الآن سبحان الله بقدرة قادر اجتمعوا تحت راية الوفاق في قتال ضد قوات الجيش الوطني. راهو التفجيرات الإرهابية هذه الآن قاعدة تستفز في ذاكرتنا في سنوات الإرهاب في 2012 في 2013 في 2014 سنوات الإرهاب المظلمة لما كانت التفجيرات هذه كانت جزء من الحياة اليومية في بنغازي وفي درنة، حياة طبيعية يوميا تفجيرات، يوميا تفجيرات تستهدف في عسكرية وفي ضباط وفي قضاة وفي حقوقيين وفي محامين وفي نشطاء المجتمع المدني، طابع حياة يومي كان. لكن الشيء اللي مش حيدرك الإرهابيين إن الليبيين قالوا كلمتهم انتهى الموضوع. الليبيين قالوا كلمتهم في محاربة الإرهاب والإرهابيين تجاوزناها، لأنك هو قاعد تحكي على مسألة خيارات وجود، إما أن ينجح الإرهاب وتنجح مشاريع الموت أو تنجح الحياة ومشاريع الحياة ودولة القانون والمؤسسات والأجهزة الأمنية. تفجيرات إرهابية، كل ما نسمع خبر عن تفجير إرهابي تقول والله البركة في المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلد اشتغلت باجتهاد كبير على توطين الإرهاب والفكر الإرهابي وتوطين الإرهابيين في ليبيا ودعمهم ماديا وسياسيا بكل وضوح، مجهودات تركة قاعدين يدفعوا فيها. كانت عندنا للتذكير سلطة تشريعية منتخبة في 2012 اشتغلت ببساطة على مشروع الإرهاب فقط من غير مبالغة ولا تهويل. تقول لي أنت الآن تبالغ، ما فيش أي مبالغة ولا تهويل، تاريخ عشناه كلنا. عمرها المؤتمر الوطني هذا اللي تحول الآن لمجلس دولة عمر مدار قرار واحد فرح الليبيين باستثناء استجلاب الإرهابيين من كل أصقاع الأرض ومن السجون، وباستثناء دعم الإرهابيين أنصار الشريعة في بنغازي كتيبة بوسليم في درنة، سمي ما شئت من كتائب متطرف وكتائب جهادية. عمرها الجسم هذا مدار قرار واحد عمره ما فرحنا بقرار واحد يخدم المصلحة الوطنية أو يخدم الاستقرار، لا في مشاريع دعم مؤسسات الدولة الأمنية ولا في مشاريع لجمع السلاح من المسلحين ولا في أي شيء. يا ريت الأمور وقفت على الإخفاق والفشل، يا ريت القصة موقفة على هيك. بل أن المؤتمر الوطني مجلس الدولة الحالي وهذا كويس للتذكير تفنن في استحداث أجهزة موازية لأجهزة الشرطة والجيش من 2012 ل 2014 أجهزة موازية داروا حاجة خلونا نسموها نديروا اسم الأمن ميليشيوية، لجنة أمنية عليا، لجنة مش عارف شنو، المهم ما تكونش في مؤسسات أمنية رسمية زي أي دولة في العالم. عاد هذه نذكروها كويس، ما زلنا ما نسيناهاش، تكلم على 6 سنوات. نفس السياسيين، هذه هي المفارقة، هذا هو المهم، نفس السياسيين الموجودين الآن اللي يدعموا في المجموعات المسلحة اللي تحالفت مع حكومة الوفاق حكومة فايز السراج، نفس السياسيين اللي كانوا دايرين وذن من طين وذن من عجين على مطالب الليبيين ومطالب التيار المدني اللي كان يعيط من الإرهاب ويستغيث. كان المؤتمر الوطني مسكر كل أبواب على التيار المدني في بنغازي وطرابلس وفي درنة، لا يسمع ولا يرى في مئات التفجيرات كل شهر، في مئات الاغتيالات والتنكيل. راهو القضية هذه جزء لما تشوف الآن جزء من سياسة أصيلة لجماعات الإسلام السياسي، طلق الإرهابيين على التيار المدني وعلى الضباط وعلى العسكرية والقضاء عشان عاد تصفي وتقتل وتغتال وتفضي الساحة تماما. تفجيرات بنغازي اليوم كانت بحقائب مفخخة وبسيارات مفخخة، من اللي جاب الحقائب المفخخة والمتفجرات المفخخة ليبيا؟ نفس الحقائب الأولى، نفس التركة. ما نمشيش بعيد، قبل 6 سنوات كان عندنا ما شاء الله ولسوء حظنا وكيل وزارة جاي من كهوف أفغانستان اسمه خالد الشريف،
شخصية متطرفة وفية لمشروع الإرهاب العالمي. الرجل كان حريص على استجلاب كل الأدوات اللي ممكن تحول ليبيا لخراب لدمار. وكيل وزارة كان عندك، وكيل وزارة، وزارة وكيل يستورد في حقائب متفجرة، كارثة من كوارث ليبيا الكثيرة. مؤتمر وطني، سلطة تشريعية عليا في البلد، أعلى سلطة تشريعية في البلد، وضعت إرهابيين جايين من العصور الوسطى، جايين من أفغانستان ومن العراق ومن سجون العراق، وضعتهم في مناصب رفيعة في وزارات وفي سفارات. مصيبة حقيقية، انتكاسة في الحلم الليبي بعد 2011. هذا هو الواقع اللي مرتبط بشكل كبير بالتفجيرات اللي شفناها اليوم. تفجير اليوم أيضا يمشي بك لنقطة مهمة، يمشي بك للمسلحين الموجودين في العاصمة طرابلس. ليش الربط هذا؟ ليش نربطه في تفجير صار في مقبرة الهواري فيها عسكرية بمسلحين موجودين في العاصمة طرابلس؟ ليش؟ لأن هؤلاء المسلحين نفس المسلحين اللي ماشيين في نفس المشروع الفوضوي اللي أوجد حاضنة أمنية للتنظيمات الإرهابية، مشروع الفوضى. وإلا من وين جوا الإرهابيين؟ أكيد ما جوش من الفراغ، يعني بقيادة نفس الشخصيات، نفس الشخصيات اللي كانت موجودة. بشاغة الشخصية اللي تعتبر نموذج للسياسي المتحالف مع السلاح ومع المسلحين، السياسي اللي يتكلم بنفس ميليشياوي موارب ومرات عاد يحكي فيها بوضوح، خالد المشري رئيس اللجنة المالية في فترة المؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني اللي أسس للإرهاب في ليبيا واللي أغدق الملايين على الإرهابيين، نفس الشخصيات السياسية نفسهم الآن اللي ضيعوا فرص ليبيا، أهدروا وقت ليبيا، أهدروا وقت الليبيين واستثمروا في موضوع الإرهاب والإرهابيين. نفس المجموعة السياسية بالضبط اللي تبي تقنعنا اليوم، تبي توهمنا اليوم أن المجموعات المسلحة والميليشيات، رغم أن كلمة ميليشيات تزعج في الكثيرين لكن الله غالب هذا هو الواقع، المجموعات المسلحة والميليشيات صاحبة القرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العاصمة. يبوا يقنعونا، يبوا يهمونا، يبوا يقولونا والله هي اللي حتجيب الاستقرار وتجيب الدولة المدنية الديمقراطية بالقوة. جماعات الإسلام السياسي والإسلاميين والسياسيين المستفيدين من بقاء المجموعات المسلحة، والسياسيين هذا الجزء الآخر اللي عندهم ترتيبات خاصة ومناصب موعودين بها مرتبطة ببقاء المجموعات المسلحة بالقوة. يبونا نصدقوا أن هالمجموعات هذه اللي ركمت سلطة ونفوذ ومال خلال 8 سنوات وسرقت حلم الليبيين، سرقت حلمنا بدولة مستقرة ديمقراطية مدنية مزدهرة اقتصاديا. يبوا يقولون عاد اليوم هضمي اللي حيجيبوا لكم الديمقراطية، هضم هم حماة الديمقراطية. رغم أنك لما تفكر في لحظة، يعني ما تفكرش في لحظة، القصة بالمنطق أكيد أن البيجة لا يمكن أنه هو يكون حجر زاوية في البناء الديمقراطي. أكيد أن مهربي البشر والوقود والدروع ومجالس الشورى لا يمكن أنهم يكونوا عنصر في البناء الديمقراطي. هذا عاد ضحك على عقول الناس، فياريت تتحشم قليلا. نفس الإرهابيين ونفس التواطؤ ونفس تزوير هوية الجماعات المسلحة زي اللي نشوفه فيه اليوم بالضبط، يحكون عليهم كأنهم هم ثوار من أجل الديمقراطية. مجلس الدولة الحالي، المؤتمر الوطني المتنكر في شكل جسم اسمه مجلس الدولة، شن داروا من قبل وشن داروا توا، شن هي خططهم المستقبلية لدعم الإرهابيين، لدعم مشروع الإسلام السياسي ومشروع الأمة الإسلامية ومشاريع الأوهام والخراب اللي دخلونا فيها، مشاريع الإرهاب، شن هي برامجهم التنموية في حقل الإرهاب، البرامج المستقبلية. شوف المؤتمر الوطني عاد من قبل إيش كان داير في العاصمة طرابلس، لأن اللي شوفوا فيه نتيجة، شوفوا كيف استثمر بكل طاقات ليبيا في إنتاج وتعزيز مكانة الإرهاب والإرهابيين. من غير الأسماء اللي تذكرها كافيات عشان تأخذ فكرة عن المجموعة اللي تدعم في قتال المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس ضد قوات الجيش الوطني. هذا كلها أسماء إرهابية وشخصيات سياسية نفسهم ما زالوا موجودين. بعد الفاصل حينضم لنا ضيف من الجارة مصر، هو خبير في الجماعات الإسلامية والجماعات الجهادية المتطرفة ومتابع دقيق للشأن الليبي. نبغى نسمع رأيه في قصة الحرب الأمنية، في قصة التنظيمات الإرهابية، في قصة الإرهاب اللي قصته معاش انتهيت ودائما قاعد عند القدرة أنه يضرب من اللي يمول فيه، من اللي يدعم فيه. كيف ما شفناش مشروع تعاون أمني مشترك، بما أن الإرهاب هذه ظاهرة تهدد في الجميع ومحتاجة لقضية تعاون، وهو يمثل عمق أمن قومي إقليمي، ليش ما فيش رؤية مشتركة أمنية بين مصر وليبيا وتونس والجزائر والسودان إلى آخره؟ أسئلة نطرحها هنا على السيد منير أديب، الباحث وأيضا خبير في الجماعات الإسلامية. لكن فصل قصير جدا ونكون معكم من جديد.
إذن خلوني رحب بضيفنا اللي انضم لنا من القاهرة السيد منير أديب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية والجماعات الجهادية المتطرفة. سيد منير سعيد جدا بوجودك معي في البلاد. الأوضاع عندنا معقدة في ليبيا الآن، في عشرات ومئات من مجاهدي داعش يصلوا إلى ليبيا من إدلب السورية إلى ليبيا، والتهم كلها موجهة لتركيا والمطارات التركية ولأردوغان، طبعا هذا كله بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعندنا قيادات في تنظيمات إرهابية قاعدين يقاتلوا مع تحالف الوفاق وطرابلس، واليوم ثلاث تفجيرات إرهابية في مقبرة الهواري لما كانت في جنازة عسكرية للواء خليفة المسماري. تعليقك على الموضوع سيد منير. يعني أهلا وسهلا بك أستاذ خليل وبكل مشاهدينك الكرام. يعني قلوبنا معكم في ليبيا، يعني أعتقد ما يحدث في ليبيا كان متوقعا إلى حد كبير بعد إعلان سقوط هذه الخلافة المزعومة في الرقة والموصل، سواء الإعلان الأول لرئيس الوزراء العراقي في 9 ديسمبر من العام 2017 أو حتى الإعلان الثاني والذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 مارس من العام الجاري. بحث هؤلاء المتطرفين عن مكان آخر يستطيعوا في هذا المكان أن يقيموا هذه الدولة المزعومة أو هذه الخلافة التي نجحوا للأسف الشديد في إقامتها في بقعة أرضية وفي الرقة والموصل، واستمر ما يسمى بالتحالف الدولي 5 سنوات كاملة حتى يعلن القضاء عليهم، وما زالوا بعضهم أو جزء من هذه الخلايا موجود ربما في صحراء الأنبار وربما في مناطق تماس شديدة ما بين العراق والموصل يتواجد بعض هذه الخلايا. ولكن هذا دفع العديد من هؤلاء المتطرفين إلى أن يبحثوا عن مأوى لهم في ليبيا، وللأسف الشديد لأسباب ترتبط ربما بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا، ترتبط بأن هناك قيادات محسوبة على الجبهة السياسية ولكنها تدعم هذه التنظيمات المتطرفة، فالكثير منها موجود في العاصمة طرابلس، وربما يعني حكومة الوفاق بصورة أو بأخرى رحبت بهذه التنظيمات وجعلتها ضمن التشكيلات الأمنية وضمن المنظومة السياسية، وبعضهم شارك في القتال تحت مسميات دينية أيديولوجية ومارس التطرف وما زال يمارس التطرف. إذن ما حدث اليوم في مدافن الهواري وهذه العملية التي حدثت ربما في بني غازي هي تأتي ضمن المتوقع، ولذلك دائما السؤال لماذا دخل الجيش الوطني الليبي طرابلس وماذا يريد من العاصمة؟ هو يريد القضاء على هذه التنظيمات، يريد أن يقضي على هذه التنظيمات قبل أن تأتي هذه التنظيمات ربما إلى أماكن أخرى مثل بني غازي وأماكن نجح الجيش الوطني الليبي في تحريرها من التنظيمات المتطرفة، وبالتالي هذا متوقع. ولكن هناك صورة أخرى يمكن أن نقرأ بها ما حدث. يعني أولاً يعني اللواء خليفة المسماري يعني رحمه الله، يعني أولا هذه جنازة، فدلالة هؤلاء المتطرفين أنهم كانوا يريدون تفجير هذه الجنازة، وهذا قائد عسكري سابق يعني، وهذه دلالة أخرى يعني، ودلالة ثالثة أنه لم يعطي لهذا المكان حرمته، يعني قام بهذا التفجير بهذه الصورة في لحظات يودع فيها الناس شخص إلى رب العالمين، يعني مقابر وجنازة وشخص ليس له علاقة، كانت له علاقة سابقة بالمؤسسة الأمنية، ولكنه يعني في الإجمال إذا كان يريد هذا الشخص يعني ميتا وهو بين يدي الله، فهو يريد أيضا أشخاص آخرين لهم دور حقيقي ربما في تطهير ليبيا من التنظيمات المتطرفة هذه القيادات العسكرية. ولذلك يعني مهما فعل هؤلاء
ومهما وصل هؤلاء إلى مراكز سياسية في ليبيا فإن الليبيون يعرفونهم بشكل جيد. هم أشكالهم وسلوكهم وأفعالهم تتكرر في كل طيب. العواصم العربية. هذا مش بعيد ومرتبط بقضية مجاهدي داعش اللي يوصلوا لليبيا عن طريق المطارات التركية من إدلب السورية. كيف نقدر نقرأ الدور التركي اللي يبدو أنه عاد أصبح دور نوعي وتجاوز حتى قضية الحرب بالوكالة وأصبح تدخل تركي مباشر عسكري سياسي وأمني؟ نعم بكل تأكيد، يعني تركيا هي تتدخل ليس في شأن الليبي، وهي تتدخل في كثير من الدول العربية. هي لها جيش تدخل أيضا في دولة قد تكون إلى حد ما مستقرة، وهي مستقرة بالفعل ولها سيادة، وهي العراق، ودخل بقوات بهدف مواجهة الأكراد أو من تراهم تركيا خصوما لها، ونفس الأمر ربما فعلته تركيا في سوريا، وهي تتدخل في الشأن المصري ليل نهار، وأعتقد أنها تفعل الشيء نفس الشيء في ليبيا، وهي لها أطماع كبيرة وكثيرة، وهي تريد لحكومة الوفاق بأن تسيطر وأن يكون لها الكلمة الأولى من خلال وجود عناصر وشخصيات محسوبة على التنظيمات المتطرفة، شخصيات ربما تحمل المشروع الإسلامي كما يراه أردوغان وكما يظنه أردوغان، حتى وإن كان هؤلاء متطرفون وهم متطرفون بالفعل. ولذلك يعني نجد عابرة يعني بوارج الموت التي كانت ترسلها تركيا بين الوقت والآخر، أسلحة ثقيلة وخفيفة وطائرات مسيرة أتت من تركيا، ودعم علني وفي الخفاء لهذه التنظيمات المتطرفة. ولذلك أنا لا أستبعد أن تكون تركيا وراء هذه العملية التي حدثت اليوم تخطيطا وتنفيذا ودعما لهذه التنظيمات المتطرفة. هذه العملية نحن ندرك أن بني غازي تم تطهيرها بشكل كامل، وكان الجيش الوطني الليبي دور كبير وعظيم في فرض الاستقرار والأمان والأمن على هذه المنطقة. هم أرادوا إيصال رسالة سلبية بأن ما حققتموه من إنجاز لم يتحقق في حقيقة الأمر أو في حقيقة الواقع، وفي نفس الوقت هم يريدون أن يقولوا إذا أتيتم إلينا في طرابلس سوف نأتي إليكم في مدن أخرى، وهي رسائل سلبية وخسيسة، وهو أمر متوقع. الجيش الوطني الليبي جنوده ومقاتليه يحملون أرواحهم فوق ظهورهم من أجل الليبيين ومن أجل أن يكون هناك أمن وسلام واستقرار في الوطن الليبي. تركيا تقوم بدورها، هذا الدور في ليبيا وفي غير ليبيا. أعتقد أن فكرة الردع سوف يكون لها تأثير على ليبيا. ليبيا وقطر يفعلان نفس الأمر، وأعتقد أن هذا لا يغيب عن المجتمع الدولي الذي ربما يكون سعيد بما يحدث في ليبيا، كما أنني على قناعة بأن أوروبا أيضا سعيدة بما يحدث في ليبيا بصورة أو بأخرى. وإن لم يكن هذا الأمر صحيحا فماذا فعل المجتمع الوطني المجتمع الدولي، وماذا فعلت أوروبا من أجل دعم الجيش الوطني الليبي للسيطرة على كامل الأراضي الليبية وفرض الأمن والسلام على هذه على أرض هذه البلاد وحماية دول الجوار؟ نحن نتعرض لإرهاب في مصر ربما يمارسه بعض هؤلاء المتطرفين في ليبيا. نعم طيب، الآن هل نقدر نعتبره أن حتى التفجيرات الإرهابية وعمل الإرهابيين هذا ربما هو يكون رسالة إقليمية لدول مستقرة ودول معنية بمكافحة الإرهاب زي مصر على سبيل المثال؟ نعم سيد منير. لا لم أستمع إلى السؤال بشكل واضح. البعض شاف أن ربما تكون هالعمليات الإرهابية والتفجيرات هذه مش بس هي تحتوي على رسالة محلية، بل أن فيها رسالة إقليمية لدول مستقرة ومعنية بمكافحة الإرهاب، مصر على سبيل المثال.
يعني بكل تأكيد، وللأسف يعني هناك تداخل في الصوت، لم يصلني السؤال بشكل واضح، ولكن نعم. يعني أعتقد أن هناك دول إقليمية لها غرض وهدف من دعم الإرهاب في ليبيا، وأيضا هذا أمر متوقع. يعني نحن نظن أن هناك مشروعين متنافسين، مشروع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومشروع آخر تخريبي هدفه إثارة الفوضى والقلاقل في ليبيا وفي غير ليبيا. هم إذا أرادوا أن يواجهوا مصر ينشروا هذا الإرهاب في ليبيا من أجل تحقيق أهداف أخرى في مصر، وهم أيضا يريدون نشر هذه الفوضى في ليبيا لأسباب إن ربما ترتبط بمطامع لهم في إفريقيا عموما، ولذلك ما حدث متوقعا. نعم، ما حدث متوقعا. طيب، في تقديرك الآن توقيت العمليات الإرهابية هذه، تكلمنا على قضية الدعم التركي إلى آخره، هل ربما الآن نقدر نقول أن العمل الإرهابي هذا ربما جاء لتخفيف الضغط على مجموعات مصنفة إرهابية تقاتل الآن في تحالف الوفاق جنوب العاصمة طرابلس؟ برضو للأسف حدث تداخل في الصوت، لو تعيد سؤال طيب. مرة أخرى كنت نسأل فيك عن التوقيت وعن قضية الارتباط سيد منير أديب، لو تسمع فيه بشكل كويس. أن التفجيرات الإرهابية هذه البعض يشوف أنها كانت ربما تخفف الضغط على مجالس الشورى وسرايا الدفاع ومجموعات وتنظيمات مصنفة عربية ودولية أن هي إرهابية وتقاتل الآن في تحالف الوفاق. نعم، بكل تأكيد يعني أعتقد أن هذه الميليشيات وهذه التنظيمات يعني لها علاقة بصورة أو بأخرى بما حدث وبممارسة الإرهاب ربما في طرابلس أو في كامل الأراضي الليبية، ولذلك يعني هذه العملية الخسيسة قد تكون عملية مركبة معقدة اشتركت فيها دول في المحيط الإقليمي، قطر، تركيا، نعم. دول ربما تكون لها مصالح، هناك تنظيمات أخرى كثيرة قد يكون لها علاقة، داعش وقاعدة وغيرها من الخلايا والميليشيات والتنظيمات التي نشأت في الداخل الليبي، كل هؤلاء هدفهم واحد أو تجمعت أهدافهم على إسقاط ليبيا. ولذلك أعتقد أن الجيش الوطني الليبي يبذل جهود حثيثة أمنية وعسكرية، نعم. وهذه الجهود تؤتي ثمار حقيقية، وأعتقد أن ما حدث اليوم يمكن قراءته في زاوية واحدة، أن الجيش الوطني الليبي نجح في دحر الإرهاب، وأعتقد أن الجيش الوطني الليبي أعتقد أن الجيش الوطني الليبي عندما نجح نعم. في مواجهة الإرهاب والتنظيمات نعم سيد منير بالصورة الكبيرة، هذا ربما دفع هذه التنظيمات إلى طيب. محاولة الرد بهذه الصورة التي رأيناها طيب. اليوم. أشكرك جزيل الشكر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية سيد منير أديب، كنت معنا من القاهرة. وخلونا نستقبل الآن السيد خالد محجوب، العميد خالد المحجوب، المتحدث باسم غرفة عملية كرامة وأيضا مدير إدارة التوجيه المعنوي لقوات الجيش الوطني. سيادة العميد خالد، أهلا وسهلا بك معنا في البلاد، وحمد لله على سلامتكم قبل كل شيء. الله يسلمك، بارك الله فيك، وشكرا لكم على متابعة الحدث وتغطيته نعم. حتى تظهر الصورة الحقيقية للمشاهد الكريم الذي يتابع قناتكم الموقرة. طيب، لو تضعنا الآن في آخر التفاصيل الموجودة في التقرير الأمني عن 3 تفجيرات الإرهابية اللي استهدفت قيادات عسكرية والناس الحاضرة في جنازة اللواء خليفة المسماري. أولا طبعا تعرف أن التقرير الفني لم يصدر بشكل كامل، ولكن كل المؤشرات التي كانت في الحدث تؤكد بأن هناك سيارة نوع هونداي تم تفجيرها بها عدد كبير من الدنات، هناك من يقول أنها تم تفجيرها عن بعد، وهناك من يقول أنها فجرت بربما فعل مباشر في داخلها أو شيء من القبيل. ليست هناك يعني الصورة غير واضحة تماما، ولكن في كل الأحوال حدث التفجير وهو تفجير إرهابي، جريمة إرهابية استهدفت جنازة أحد الضباط الذين انتقلوا إلى رحمة الله
أحد مؤسسي قوات السائقة، ضابط غير عامل كان يعاني من مرض عضال وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وطبعا جاء معزين سواء من رفاقه في السلاح أو أهله وجيرانه وأحبابه، وهذا التفجير استهدف هذه المجموعات بالكامل، يعني ضرب في العمق، في مقبرة، في تواصل اجتماعي حتى الله سبحانه وتعالى عليه، وهو جريمة يعني تبدى لها جبين الإنسانية بكل المقاييس، توضح من الذين يقاتلهم الجيش، من هم الذين نقاتلهم وتفكيرهم ومنهجهم. شاهدتم كيف استهدفوا أبرياء حتى وإن كان هناك بعض من العسكريين، ولكن لا أعتقد، أنا نحكي في التواجد يعني مش في الضحايا، نعم، لا أعتقد أن هناك عقل يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولديه ذرة من الإنسانية يقوم بمثل هذا العمل إلا إذا كان قد أدمن الإجرام وهو بالفعل مجرم في ذاته وفي تفكيره وفي تركيبته، مجرم حاقد. لأن حتى لو فرضنا جدلا أن لهذه العملية نتائج، فلا أعتقد أنها تغير شيئا على الساحة، فقط هي لزعزعة الأمن أو لإرسال رسالة لأن الذين قدموا لتأمين طرابلس بنغازي فيها مشاكل من نوع من هالقبيل. طيب. طبعا من الأسلوب اللي تعودنا عليه من أساليب الإخوان، تنظيم الإخوان الإرهابي، نعم، الذي يقود هذه المجموعات ويتحكم فيها، والذي يدار من خلال مجموعة دول اللي هي تركيا وقطر، وهذا شيء معروف، وربما نتحدث عن هذا الموضوع إدارته. طيب العميد خالد المحجوب، القصة هذه والتفجيرات هذه الآن تضعنا في تعقيدات الحرب الأمنية، وناس واجد تتساءل الآن عن الخطة الأمنية وقضية التعقيدات اللي تواجهنا في الحرب الأمنية بحكم أنها هي أعقد من الحرب العسكرية التنظرية المباشرة مع التنظيمات الإرهابية. طبعا هي المعركة العسكرية في آخر مراحلها أعتقد يعني، وبعدين المعركة العسكرية زي ما أسلفت ويعرف الجميع هي معركة واضحة، عدوك مباشر وتراها أمامك. المعركة الأمنية طبعا معقدة وصعبة وتكتنفها العديد من المصاعب لا شك، ونحن يعني أنتم عارفين أن تنظيم الأخوان ضرب الأجهزة الأمنية من خلال ما يعرف بالربيع الأخواني وليس الربيع العربي، ضرب القوات المسلحة من خلال العدوان عليها منذ البداية عندما تم اغتيال الشهيد عبد الفتاح، ثم العدوان طبعا اغتيال عدد كبير من الضباط في طرابلس، تم تجميع الضباط والعسكريين في كانتونات أسبوعية مقابل وطبعا الراتب مقابل السلاح، تم القضاء على ضرب هيبة الأجهزة الأمنية، وكل هذا لا شك كان حقيقة مسألة أثرت جدا في التركيبة الأمنية للقوى الأمنية. وشفنا أو شاهدنا كيف أن الجبهة الداخلية في بني غازي وفي المنطقة الشرقية أعادت القوات المسلحة من بعيد وسلمت القيادة للقائد العام المشير كان حرب خليفة بن قاسم حفتر الذي استطاع أن يقود الدفة ويعيد القوات المسلحة تدريبا وكفاءة وأعدادا، وتنامت وكبرت حتى أصبحت تقارع الإرهاب في آخر معاقله على نفس المنوال بشكل موازي، بناء القوى الأمنية بعناصر جديدة وبتقنية، نعم، حسب المتوفر. وعارفين أنتوا أن تنظيم الأخوان تنظيم متمرس، عمل في ظروف أمنية صعبة ومعقدة، عرف طبعا نشاطه في مصر من خلال الرهاسات الأولى من خلال ثورة 23 يوليو جمال عبد الناصر وما تم من بعد ذلك، ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر الذي حارب الإخوان وحاول أن ينهي أو يقضي عليهم، ثم جاء بعد ذلك السادات وما حصل، الذي قال فيه أنني قد قمت باشتتات تنظيم الإخوان، وللأسف بعد ذلك قاموا باغتياله في المنصة عبر تنظيم الجهاد. كل التنظيمات العسكرية تأسست من خلال الإخوان للعمل بها من خلال، إذن التنظيم عمل في ظروف أمنية طبعا جعلته يتمتع بديناميكية ومرونة ومراوغة وفبركات. طيب. وشغل على أعلى مستوى، نقطة مهمة، مدعوم بشكل، نعم، استخباراتي طبعا، نعم، العميد خالد المحجوب، هذه نقطة مهمة، حديثك الآن عن جماعة الإسلام السياسي وارتباطها مع التنظيمات الإرهابية، خلينا نسألك عن التوقيت،
توقيت التفجيرات الثلاثة في مقبرة الهواري، هل تشوف أنه هو مرتبط بقضية تخفيف الضغط على مجموعات مصنفة عربيا دوليا أن هي إرهابية زي مجالس الشورى وسرايا الدفاع اللي تقاتل جنوب العاصمة طرابلس، واللي في تقارير محلية تقول أنها ربما متورطة حتى في جريمة حرب اللي صارت في غريان؟ أنت لازم تعرف أن الإخوان يشتغلوا يعني أكثر من أسلوب، ويعني يعملوا بأكثر من طريقة وبشكل متوازي وليس بشكل على التوالي فقط. طبعا بالتأكيد هم الآن في يستميتوا في البقاء في ليبيا، لأن ليبيا آخر معاقلهم، وإذا سقطوا في ليبيا سينتهوا من المنطقة، خروجهم من مصر، خروجهم من السودان، سقوطهم في الجزائر، أيضا شعبيتهم انحصرت وضعت في المغرب حتى نتائج استقراءات الرأي تقول ذلك. في تونس أيضا يعني وضعهم أيضا كما هو، في اسطنبول شاهدتم نتائج الانتخابات. إذا هذا التنظيم يصر على البقاء في ليبيا مهما كانت التكلفة، ولو اضطر إلى استخدام كل ما سيستخدمه أو يستخدمه يراه أنه هو مباح، المهم أن يبقى ينشر الفوضى، يعمل على بث الفوضى وطبعا خلق مناخ ملائم لبقائه. 220 مليار ليبي ذهبت إلى الليرة التركية لدعم التنظيم وليس لدعم الدولة التركية، ودعم في تونس. طبعا تابعت زمان كيف علي الصلابي هذا الإخواني أوصى بصرف 2 مليار لمصر وتم صرفها للتنظيم وليس للدولة. إذا نحن نصارع تنظيم يقود دول يستخدم هذه الدول في دعمه والبقاء، تدعم بكل الوسائل الاستخباراتية والعمليات القذرة وغيرها. نعم. من الأسلحة كالمدرعات والطائرات وما إلى ذلك. هذه العملية طبعا إضافة إلى محاولاتها في الجنوب، أنتم تابعتم محاولاتها في الجنوب على مرزق، تأليب بعض العصابات الإجرامية، دفع المبالغ لها لتقوم بزعزعة أمن لإثبات أن الجنوب غير آمن، أيضا هذه العملية لإثبات أن الأمن هناك فيه مشكلة إذا في بنغازي. وطبعا هذا بالعكس، هي العملية دلت على ضعف هذا التنظيم في بنغازي، لأن استهداف مقبرة بهذا الشكل بالعكس يدل على قوة التنظيم، لم يستطيع استهداف مكان آخر، وبالتالي هذا يؤكد ضعفهم. وفي نفس الوقت دعنا نرى الجانب الإيجابي لهذا الموضوع، مع أننا نترحم طبعا بالتأكيد ونتأسف ونحزن جدا على الأبرياء الذين قضوا في هذا الحادث. له جانب إيجابي أنه كشف الوجه الحقيقي من تحاربهم القوات المسلحة، كشف أيضا أساليبهم، كشف حقدهم، كشف عملياتهم القدرة عدم مراعاة أي جانب من الجوانب، لا على المستوى الإنساني وعلى المستوى الديني ولا على المستوى الأخلاقي. وشاهدنا هذا التنظيم كيف يعمل وكيف يقود عملياته، لا يهمها الليبيين ولا استقرارهم ولا استقرار البلد. يعني 9 سنوات من إذلال المواطنين وخلق الفوضى وخلق المناخ المناسب لبقائهم. شاهدتم يعني هناك الإرهاب وهناك نتائج الإرهاب، نحن أمام معركة أمنية صعبة جدا، من غير أنك أنت تكافح الإرهاب بالشكل المباشر اللي هو تمنع فيه التفجيرات وهذه القضايا. هناك مسألة أخرى، ما يزرعه الإرهاب من نباتات خبيثة. يعني الآن ما تم في غريان لو رجعنا، لما دخلت العصابات وتم تأليب بعض منهم لتدمير وحرق بيوت العدد من الشباب والأهالي الذين ناصروا القوات المسلحة، لغرس بذرة شقاق حتى إذا ما عادوا هؤلاء الأهالي حتى ينتقموا من الذين قاموا بذلك وتدخل في دوامة. وبالتالي هذه كلها نتائج لما يقوم به الإخوان لاستمرار الإرهاب واستمرار الفوضى. طيب العميد خالد محجوب، نستغل أيضا فرصة وجودك معنا، ولو تضعنا في آخر التفاصيل في الموقف الميداني والمعارك قاعدة مستمرة بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة التابعة للوفاق جنوب العاصمة طرابلس. طبعا هو الموقف الميداني مسيطر عليه لا شك، غريان منطقة عمليات جوية تحت السيطرة، لا تتحرك فيها قوات ولا أرتال، وندخلها متى نشاء، وهذا سيتم ليس قولا. أيضا لابد أن ننوه أن معارك الأمس انتهت إلى وصول القوات إلى ما يعرف بشارع الإبل، وأيضا نهاية شارع القدس، ما آخر ما كان لديهم من تبات بالنسبة للعصابات.
لا توجد قوات يعول عليها في مواجهة قواتنا الحقيقة، تم استنزاف الكثير من إمكانياتهم ومن أفرادهم، لم يعد هناك معنويات لمواجهة قواتنا. في انتظار لحظة الحسم، اللحظة الحاسمة التي تنطلق فيها القوات للقضاء على ما تبقى من هذه الميليشيات ويعني تحرير العاصمة من هؤلاء، مسائل يعني تقررها غرفة العمليات. طيب. وتقررها القيادة العامة. نحن يعني لا نشك في النصر، لا نشك في دخولنا وإنهاء هذه الأزمة وهذه الفوضى التي صنعها الإخوان. طيب. وهذه الميليشيات والعصابات مختلفة الأيديولوجيات التي صنعها الإخوان، والذين طردوهم من العاصمة في فترة سابقة ثم أعادوهم ووحدوا المصلحة فيما بينهم حتى يواجهوا القوات. طيب المسلحة. في سؤال أخير معك العميد خالد المحجوب، هل تشوفوا أن الدعم التركي، الدعم العسكري والأمني والسياسي والمادي واللوجستي للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق، هل تشوف أنه هو دار فارق نوعي في قضية قتالها على الأرض؟ والله هو ساهم في إطالة عمر العصابات في المقاومة، ولكنه لم يغير ولن يغير شيئاً على الأرض. هذه إرادة شعب يا صديقي، وإرادة الشعوب لا تهزم، إرادة الشعوب لا يمكن إيقافها، وإرادة الشعوب هي التي تحقق المبتغى. نحن لسنا قوات مسلحة نغرد خارج الصلب، نحن نلبي وننفذ واجب أصيل ونحقق رغبة الليبيين في إيجاد وطن ذو سيادة وإيجاد وطن له كرامته ومواطن يعيش حر كريم في بلد يتمتع بخيرات، يتمتع بكل ما يجعل حياة كل مواطن كريمة وشريفة، والدولة تفكر في التنمية والتطور. نحن نرى أن الإرهاب هو كل ما يعرقل هذه، ما يعرقل التنمية، والإخوان ووجودهم الذين لم ينجحوا أن يكونوا تنظيما سياسيا، فكل كل مشاريعهم السياسية في كل الأماكن التي ذهبوا إليها فشلت. في مصر فشلوا، في السودان فشلوا، أوصلوا مصر إلى الإفلاس وأخرجوا 35 مليون مصري بعد أن احتلوا 3 مليون منصب. شاهدناهم في السودان خرجت الجموع وأسقطتهم رغم أنهم قاموا بمحاولة البقاء عبر انقلاب القصر. نعم. ولكن وايضا حاولوا بمحاوله اخرى ثالثه، ولكن الشعب كان. طيب. مستيقظ لهم ويعرف اساليب حركاتهم. نعم. نحن لن طبعا نتوانى في تحقيق المبتغى، وهو القضاء على هذه الجماعه واشتتاتها من ليبيا، وسندخل في المعركه الامنيه الاصعب والاعقد، ولكن بوعي الليبيين وبادراكهم باذن الله سننتصر وسنؤمن ليبيا إن شاء الله. طيب في أقل من دقيقة كلمة أخيرة لك العميد خالد المحجوب بخصوص التفجير الإرهابي أو الثلاث تفجيرات الإرهابية اللي استهدفت قيادات العسكرية اليوم في مقبرة الهواري. طبعا هي القيادات العسكرية لم تذهب الحقيقة، قيادات عسكرية مثلا بالصورة التي كانوا يتوقعونها، لأن نحن في حالة نفير. الذين ذهبوا أغلبهم من أصدقاء وأقارب المرحوم خليفة. طبعا القيادات التي ذهبت الحمد لله لم تصب بأي أداء، يعني أعداد لا تذكر، والأمور كانت بحول الله وعنايته. طبعا رغم أننا نتأسف ونحزن على شهداء ونسأل الله أن يرحمهم، إلا أننا نرى أن كما لها جانب مؤسف ومؤلم مثل هذه الجرائم توضح صورة ووجه الحقيقي لهؤلاء، وبالتالي تزيد من الحرص والوعي والتلاحم بين الليبيين. وثقوا في جيشكم، ثقوا في قواتكم، ثقوا في قيادتكم العسكرية وقيادتكم التي ستحقق المبتغى، وسيفرح كل بيت إن شاء الله عندما يتم القضاء على هؤلاء الإرهابيين. أشكرك جزيل الشكر العميد خالد المحجوب مدير إدارة توجيه المعنوي في قوات الجيش الوطني، أشكرك جزيل الشكر. مع العميد خالد المحجوب وصلنا إلى نهاية حلقة البلاد الليلة، ونحن نتكلم على تفاصيل التفجير الإرهابي اللي استهدف مقبرة الهواري في جنازة اللواء خليفة المسماري. تحياتي أنا خالد الحاسي، وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد. نتمنى لكم أمسية طيبة.